مرحبا بكم اصدقاء فيديو جديد. فاليوم الموضوع ديالنا مختلف شويه، كنعاود لكم بعض المرات القصص واليوميات، ولكن اليوم غنعاود لكم واحد القصه خطيره شويه. فلو بغيتي تعرفها كامله تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. فشكون فينا ما عمره سمع ديب ويب ولا دارك ويب؟ ولكن ما عمركم شي نهاريات فكرتوا انكم تدخلوا ليه؟ علاش كنصحكم انكم ما تدخلوش طبيعه الحال؟ ولكن دابا غتعرفوا واحد الخبايا سريه على الدارك ويب، ولا شنو هو الديب ويب، وشنو كيتباع في الديب ويب، وشنو تما في ديك المواقع. فليكون في علمكم ان 90% من الانترنت هي في الديب ويب وفي الدارك ويب، ولكن 10% هي هادشي دابا اللي كنشوفوا بحال فيسبوك وانستغرام وتويتر سناب شات والى اخره. فهادو كيمثلوا غير نسبه 10% من اجمالي الانترنت العالمي، ولكن اليوم غنركزوا اكثر على النسبه الكثيره ديال الانترنت وهي الديب ويب والدارك ويب. فاليوم غنعاودوا لكم واحد القصه غريبه، ونتمنى انكم ما توقعوش فيها وما تفكروش انكم ديروها. فتبعوا معايا الفيديو. فشكون فينا ما عمره سمع بالديب ويب؟ شكون فينا ما عمره تفرج في شي فيديوهات اللي خطيره جدا؟ فالفيديوهات كتكون عباره عن قتلة، عن جرائم، وكذلك في الديب ويب يمكن لك انك تستاجر شي واحد باش يقتل لك شي عدو. مثلا يمكن لك انك تريزيرفي على شي واحد قاتل وتقول ليه خاصك تقتل شي واحد وانا غنعطيك الفلوس. وتما المعاملات ديال اللي كاينه في الديب ويب هي معاملات خفيه، فما يمكنش ان الدوله تتبع ديك المعاملات وديك الخطوط ديال المواصلات اللي كتتم ما بين البائع وما بين المتلقي، حيث ان ما يمكنش لك انك تقدر مثلا تطلب واحد الخدمه، ولكن داك اللي طلبته من عندي الخدمه من بعد ما خلصتيه ما يمكنش انه يرد لك الفلوس ديالك. علاش؟ لانه ما يمكنش انه يتابعك، ما كتبقاش عندك واحد النقطه اللي يمكن اننا نتبعوك بها. فديك في الديب ويب كاين واحد البلوك تشين كتسمى واحد المعاملات اللي مشفره. فديك البلوك تشين يمكن لنا اننا ما نتبعوكش، ولكن غنعرفوا غير فقط المكان اللي انطلقتوا منه، ما غنعرفوش الاول ولكن غنعرفوا جزء منه. فكثرت عليكم بزاف، فنشرح لكم شويه ونبسط معكم. ففي الديب ويب عندنا البيتكوين، ولكن البيتكوين شنو هي؟ هي فقط واحد العمله يمكن اننا نتعاملوا بها كيف ما كنتعاملوا دابا مثلا بالدرهم. فمثلا نقدر نعطيك درهم ونقول لك مثلا اعطيني واحد الخبزه. كذلك في الديب ويب يمكن لي نقول لك انك نعطيك بيتكوين وتقوم لي بواحد الخدمه، مثلا تبيع لي واحد السلاح ولا تعطيني واحد المخدر. فديك المعاملات ما يمكنش ان الدوله ولا ما يمكنش ان البنكه بصفه عامه انها تتبع ديك المعامله. فاحنا دابا في الحياه ديالنا العاديه ولا في مواقع التواصل الاجتماعي نقدروا ناخذوا ولا نكومونديو شي لعيبه بسيطه، مثلا نقدروا ناخذوا مثلا تليفون من علي بابا ولا من علي اكسبريس، وملي كناخذ داك التليفون كتبقى اننا متبعين عارفين دوك المواصلات. بحال مثلا في الفيسبوك ملي كنصيفط واحد الميساج لشي شخص، فداك الميساج كيتفيريفا وكيكون عن ثالث، عن امر ثالث، فمثلا بيني وبينك داك الميساج، ولكن كاينه واحد العين ثالثه. ديك العين الثالثه هي اللي كتكون كتشوف لنا داك الفيديو، كتشوف لنا داك الميساج ولا داك الفيديو، داك الرساله ايتها رساله. علاش؟ باش ما تكونش متعلقه بالارهاب، متعلقه بالعنف ضد الاطفال، متعلقه بزاف ديال الحوايج اللي كيحضرهم مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن في الديب ويب العكس ديال هادشي. فمثلا ملي كنقول لك واحد المعامله بيني وبينك، واحد الميساج بيني وبينك، فهذاك الميساج كيبقى غير بيني وبينك انتايا فقط. ميمكنش ان الهاكات يشوفوا داك الميساج، وميمكنش ان الدوله تعرف دوك الخبايا، ولا الا كان شي ارهاب، الا كانت شي حاجه بحال هكذا يمكن انها تدخل، يمكن انها توقف ديك المحادثه باش من انها توصل شي لعيبه اخرى. انا اليوم دابا غنعاود لكم القصه ديال بين. شكون هو بين؟ فبين هو طالب امريكي، السن ديالو كيتراوح ما بين 19 ل 20 سنه. فديما كيبقى مسرك الفيسبوك وانستغرام في وقت الفراغ ديالو، وديما شاده غير في الدار فقط. فبين غيكون كيتصفح فيسبوك وانستغرام حتى يطلع ليه واحد الفيديو ديال واحد الشخص كيشرح لنا كيفاش ندخلوا للديب ويب. فبين بلا ما يتردد، وعارفين حنا الفضول ديال سن المراهقه وكذا، فغيدخل يتفرج في فيديوهات وغيتعلم كيفاش انك ندخلوا للديب ويب. فبين في هذه اللقطه غيبان ليه الديب ويب هو واحد انترنت اللي ساهل، وواحد الشبكه اللي ساهله ان اي واحد يدخل لها. فبين كان عندك الساعه واحد البي سي وكان خايف ليش هاكا ليه. فهو كان بي سي في النظام ديال الويندوز، فداك النظام في ديك الساعه كانت الويندوز هابطه شويه، كانت انها سهله شويه انك تهاكا. فمن غيدخل غيكتشف متصفح اللي سميتو شور. فهذا المتصفح هو
بمثابه واحد الموصل باش انه كيوصلنا للديب ويب. فهاد المتصفح ملي كتدخل منه هو كيحاول انه يخفي الهويه ديالك، كيخفيك مثلا. هو في الاول كيبينك مثلا امريكي، شخص دخلتي شخص امريكي، في الثاني كيبدل لك الجنسيه وكيبدل لك الهويه ديالك اللي دخلتي بها باش تولي صعب التتبع. فبين غيحمل هذا التطبيق وغيدخل باش انه يكتشف داك العالم من طابليت ديال خوه اللي سميتها طابليت كتنتمي لنظام الاندرويد. ففاش غيدخل بين غيبقى مسكر في داك العالم اللي جا غريب، وهو واحد العالم اللي ما كانش بينك ساعه كيشوفوه، فيه مواقع في شكال، فيه واحد الهندسه ديالو في شكال، فيه السيتات ديالو في شكال، داكشي متغير. فابين غيدخل السيتات ديال الالعاب، غيبان ليه شي حاجه غايره، غيبان ليه المخدرات، الاسلحه. ولكن من بعد بين غيطيح في واحد الموقع ديال الناس، كيبين لنا الناس شنو كيديروا مورا التليفونات. فمثلا انا غنبان لبين انني كنصور واحد الفيديو، كنصور لكم مثلا واحد الفيديو بالتليفون. واحد اخر غيبان ليه مثلا كيلعب الجيمين، اي واحد محطوطين لنا واحد الشخصيات وكاين تتبع ديالهم. فانت داخل الديبو يمكن لك انك تتبعهم، فتشوف شنو كيديروا. ومن بعد بين غيبدا يشوف هذا الشيء وغيعجبو، ولكن في واحد اللحظه غادي يحط التليفون ديالو وغادي يريح، يبقى يتصفح عادي. واحد شويه ثاني غيعاود يصوني عليه داك الشخص في سكايب. فمني غادي يصوني، فمني غادي يجاوبو بين، غيبان لي انه واحد الشخص اللي كيدوي معاه هو كبير شويه في السن، عنده كيف ما كيوصف عنده 50 سنه. فالشخص شنو غيقول لي؟ غيقول لي سميتك انت بين، وها فين كتسكن، وها فين كتسكن، فانا مراقبك. ديك الساعه بين غادي يخاف وغادي يحط البيسي ديالو وغيسد الطابليت ديالو غيكيت الانترنت وغيخرج بمره. فواش مراقب بين؟ واش عارفو؟ ولدي ما كيشوفو بحال هكاك. فالخطر ديال الديب ويب هو اننا ما ندخلوش ليه. اي واحد يفكر انه يدخل ليه فهو غيبقى مراقب، وقدر يموت. فبين هنا شكون قال لنا انه مات من وراء هذه الحادثه، ولا اختفى، ولا خطفوه؟ فكاملين ما عمرناش نفكروا ندخلوا لهذا الموقع، وانا خطرتكم منه، حددتكم منه وما تدخلوش ليه. فيسبوك، بارطاج الفيديو مع اصحابك اللي كيفكروا يدخلوا ليه ولا اللي كيسمعوا ليه. فنتلاقاو في فيديو جديد. كان معكم عبد الرزاق توفيق.